بس جميل وميلاد قالوا لي إنه بدون يفلوا. تفاجأت. بس بلشت الحرب بسوريا كنت شوف كتير شباب من عمري على الأخبار عم بيخاطروا بحياتهم ويفلوا. بس ولا مرة كنت بتوقع أن ولاد خالي اللي كنت ألعب معهم أنا وصغير رح يعملوا ذات الخطوة ويرجعوا يبلشوا حياتهم من الصفر. أنا ما عاد في شي خوفني، ما لو ما عندي شي أفقده. يا أخي أنا حلمي هيك حقي ولا مو حقي يعني.